كلية الصيدلة بجامعة شقرا في مؤتمر I Hope Moving to the Future الذي تقيمه وزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة للرعاية الصيدلية. وتهدف هذه المؤتمرات إلى تبادل المعارف ونقل الخبرات بين الطلاب والطالبات وبين أيضا المهنيين من صيادلة وغيرهم، كما أيضا لهذه المؤتمرات من أثر إيجابي على الطلبة وخصوصا الطلاب المقبلين على التخرج في تحديد مساراتهم الوظيفية في المستقبل. اليوم شاركنا باسم نادي كلية الصيدلة وعرفناهم عن رؤية النادي، ألا وهي استثمار طاقات وإبداعات طلابنا من أجل رفع المستوى الثقافي الدوائي لدى المجتمع، وأيضا تكلمنا عن بعض المبادرات والبرامج والحملات. من أبرز البرامج اللي تكلمنا عنها كان برنامج همة، برنامج ربط الطلاب المتفوقين أكاديميا بالطلاب الأقل مستوى من خلال عمل قناة في التليجرام فيها تواصل الطلاب مع بعضهم البعض لحل المشكلات الدراسية. وأيضاً من أبرز الحملات التي تكلمنا عنها كانت حملة الحساسية، تكلمنا عن مسببات الحساسية وأيضاً كيفية التعامل الصحيح معها. سعيدين جداً بأن نكون متواجدون هنا اليوم في مؤتمر من أهم المؤتمرات في مجال الصيدلة، والهدف الأهم هو تمثيل صوت المهنة ونشر الثقافة الدوائية في المجتمع وتوعيته بالطرق المثلى لاستخدام الدوائي.